شوف شوف تبارك الله، في واحد ديكور غزال، في واحد ديكور واعر. هي كاين الماء مجهد، بان لي ليا الماء مجهد صراحه. بحال هاد البلايص هادو خاصهم سبور كيطما، ماشي بحال هكا تجينو، خاص كيطما سبادرين اولا لي بوط ديال الميكا ضروري هنايا باش الواحد باش يقدر هكا يدوز في الماء على خاطرو، ماشي مشكل البلايص اللي ما غارقينش. دونك ها هو كاين هنايا الماء، هالطبيعه هالربيع الواحد يدير جلسه هنا ديالو يشعل العافيه، يغسل لا بغى يغسل شي حاجه. قال لنا السيد المنقي غير ما نشربوش منه، صافي لنا غير الصباح، قال لك غير في الصباح بكري حيتاش كيجيو الناس اللي عايشين هنايا كيصبنوا حوايجهم وداكشي وصافي. وهذا مكان والله ما كرهت، وكره عندي دابا شي طويجن ولا شي مجمر وشي شوايه ايوا، ونجلس نفتح راسي وبصله ومطيشه وفله كلشي شويه على العافيه، كلشي ناكلو هكاك ما خليت حتى حاجه اختكم مع الجوع. ايوا راني كان دابا اي حاجه كتبان لي بنينه. ما شاء الله هادشي غزال، فاش كنسمع هاد الصوت ديال الماء بحال هكا كيجري والله الا كنقول الحمد لله على هاد النعمه اللي زعما عطيها لنا الله. شوفوا شوفوا باقي هاد الواد راه طويل بزاف ما محدودش البنات، باقي طويل غزال الصراحة. وحنا بيان سيغ ماشيين في وسط الجبال، هانتوما الجبال والأدغال، شنو هما الأدغال؟ الجبال والأدغال، الغابة، الغابة نعمة، حالها بحال الدار، صعيب تضيع بسبب النار. شوف شميشه، شوف شفتيها شميشه لهي، نزيد واحد شويه ما عمرك ما وصلتي. ايوا حنا غنوصلوا اوياك. شوفوا على ربيع شحال غزال، شوف تبارك الله عاشق، في واحد اللون كيحمق هذا الربيع. عرفتي هذا الجو هذا مع ديك الشمس ضاربه لهيا جاني بحال الصباح بكري، يلا فايقين. ياك باقي الحال، باقي ما يطيح الظلام، ها ما بقى والو. ما شوف الشميشه فين ضاربه، المهم انا وريتكم شويه من داكشي اللي بزاف كاين هنايا، غادي نخليكم نتوما تجيو تكتشفوا هاد البلاصه هادي. انا اللي غادي نقول لكم غادي نصم لكم من هنا انها واعره واعره بزاف، ومن الاحسن الواحد يجي يعني في الصباح بكري يدوز النهار ديالو هنايا. شوفوا معايا على منظر
كيف ما قلت لكم من الاحسن تجيو الصباح بكري دوزوا النهار ديالكم هنايا، يعني تقدروا سواء كنتوا جايبين ماكله طيبه اولا بغيتوا تطيبوا هنايا. اوبس بس غادي نطيح. ودوزوا النهار هنايا، الجو غزال بزاف وغتكتشفوا راسكم بزاف ديال الحوايج زوينين. كنتمنى انه هادشي اللي صورت لكم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بالدعم ديالكم. عرفتي جوج مرات كنت غادي نطيح. صافي دابا انا غادي ما غاديش نزيد حيت راه الا بقيت تابعه هاد الواد ما غاديش نسالي. واه ما كيساليش، باقي طويله البنات. شوفوا شحال ضرب دابا ديال المسافه وباقي وكله زوين. فين ما فين ما زدنا كتلقى شي حاجه احسن من هذيك اللي ديجا شفتي. صافي حنا او المنظر، حنا غادي نحبسو غير هنايا، غادي نرجعو فحالنا حيت راه 5:30 ودابا هو طاح الظلام. حتى المره اخرى ان شاء الله نجي ندوز النهار كامل هنايا ونحاول نزيد نكتشف بلايص اخرين فهاد الجهه هادي ونصورها لكم. كاين الشوك. اي 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 لا نرجعو منين جينا. شوفوا معايا البنات هنايا غادي نوريكم واحد الكهف، كاين واحد الفوق انا غادي نوريكم هذا اللي قريب، ما عرفتش كي غادي ندير نوصل ليه. كيخلعني كيقول لي كاين الديب كاينه العصابه، وانا كنسمع شنو هادشي كيقرقب. شوفوا معايا هذا واحد الكهف كاين بزاف ديال الغيران هنايا بحال هكا. بلاتي كيقول لي والله الا كنسمع شي اصوات كذاب. قال لي كاين عصابه هنا، غتخرج لنا العصابه، كاين الديب، جالس كيخلع فيا. قال لي دابا الا خرجت لنا العصابه هنايا شنو غادي ديري. بقيت كنجري هاربه، قلت له غادي نهرب شنو غادي ندير. قال لي اللي خرج لنا يحسب راسو. شنو قلتي لي؟ هبط يقيد راسو في السجن الاموات. كيقول لي منين تكون شي حاجه انت يا غير هربي. ولكن ما كنظنش انه زعما هنايا زعما تكون هنا شي حاجه. لا لا هو هو حنا المناطق ديالنا كلشي الامان صراحه، واه ما عندناش حنا هادشي. ما تيقاش شي مره ما نعرف الزهر تلاقاو مع شي مسخه الوالدين. الانسان ضروري يدير حساب مع هاد البلايص كيكونوا صراحه خاويين، يعني مهم لي فون بوحدهم ما صالحه لهمش. بحال هكا الرجال انا كنجي مع عاشق ومع ذلك انا عارفه غيدافع عليا وكيقول لي هربي وكتسوقي الطوموبيل وسيري وخليني. اول حاجه ما غاديش نقدر نخليه، نمشي ونخليه. واش انا حمقه انا نمشي ونخلي النصف الثاني ديالي هنا؟ ما يمكنش. اه لا خويا ما نقدرش، واخا تقول ما نقدر ما نقدرش نهرب وما غاديش نعرف ما ندير بجوج، يعني غادي نتلف. ونتمنوا من الله الله يحفظنا ويحفظ الجميع وما توقع حتى شي حاجه خايبه. ها واخ انا وسخت السروال ديالي والله ما عرفت فاش سقمت الغيص. شوفوا كي رجعت شوفوا شوف شوف السروال وسخت هنا سبادرين مي مهبط يغسل يديه. احنا رجعنا وصلنا للطوموبيل، رجعني خلعني رجعت كنجري. الله يستر والله الا زعما كنخاف، واخا والله حنا في تازه ما عندناش هادشي، مازال تازه عندنا فيها الامان. وصراحه الله يخليها ديما بحال هكا. ولا تازه كتجيهم الغيره على على بنات مدينتهم كيحاميو عليهم، الا شافوا شي حاجه ما كيسكتوش، يعني رجال ابطال بمعنى الكلمه والله الصراحه. ماشي زعما هذا نفاق ولا شي حاجه، والله فاش كيشوفوا شي حاجه ولا شي واحد كيتعدى على شي وحده والله ما كيسكتوا، ما يعطيوش اصلا هذيك الفرصه. ما عندناش اللي يتعدى الا الا كان شي واحد براني شي مسخوت الوالدين ودخل عندنا لهنايا. ايوا هذيك هذيك لا كلام فيها. وانا ديجا كنخاف صراحه بزاف خوافه شحال هذه ما كنتش كنخاف، ولكن
كان تعرض لي واحد السيد وشفرني ودالي ستاك وضربني وصافي من تما وانا كنخاف. يعني اي حاجه كنسمع بحال هكا كنخاف، ولكن ما نقدرش نهرب ونخليه بوحدو. جينا انا وياه خصني نرجعو انا وياه، ما نقدرش والله يسر. كاع كنتمنى من الله ما عمرنا ما نتحطو في هذا الموقف هذا. يلا البنات دابا انا غادي نمشي، غادي نمشيو نكملو الرحله ديالنا. هنايا هذه هي البلاصه جيت نوريكم، راها كبيره بزاف، انا وريتكم شويه منها، المره الجايه ان شاء الله نصور لكم. هارب هارب زعما مخليني هارب عليا. انت الفيديو كاين ها نتوما بالشهود، لا طرات لي شي حاجه راه هو هارب ومخليني. قال لي غنديك التليفون ونمشي كاع ما يتحط هذا الفيديو. يلا خليكم معايا. ودابا البنات كيف ما كتشوفوا احنا رجعنا هبطنا وصلنا لتازا. هانتوما كتشوفوا راه ظلام الحال، يعني راه مسافه ديال الطريق ما بين تازا شي 40 كيلومتر ياك تكون ولا اكثر. تكون ولا زايده شويه، تقريبا 40 او لا اكثر، 40 كيلومتر، ما بين 40 45، ما بين 40 45 كيلومتر طريق، يعني من تازا لهاد البلاصه اللي مشينا لها عين ادمام. كنحبس لي غير هنايا شي بلاصه، بس ما اني ما بغيتش نحبس في الدوره وصافي. دابا كيف ما قلت لكم لقيتونا وصلنا، غادي نمشي ناخذ شي حاجه من عند الجزار الا لقيت باقي عنده شويه ديال الكبيده. بغيت نصايب لستك، المهم تكملوا الا كتب ان شاء الله تكملوا معايا الروتين ديال هذا النهار. الفلوغ وفيه روتين او ميم طون، نديروه متنوع واحد شويه باش هكا ما تقنطوش. ناخذ كبيده نديرها ستيكات اولا صافي. دابا غير سير دور وحبس جيت الماجيستيك ودير كاتخسينيال وننزل، وناخذ شي شويه حبست هنا شي مشكل. ناخذ شويه ديال لاداند وفورت الفول، غادي نصايبو فول كنقولوا له حنا الفول المربوز، ما عرفتش واش كتعرفوا الطريقه ديالو ولا لا، انا غنشاركها معكم. فول مدمس كيجي الصراحه كيجي غزال. وصافي هذا ما كان باش غادي نتعشاو ان شاء الله. اختكم راه ما واكلاش من الفطور، قتلني الجوع. دابا غادي ناخذ بعدا جيت ناخذ من الجزار باش نلقى الكبده باقا، وعاد نمشي للمحلبه ناكل هكا غير شي حاجه خفيفه. ما بغيتش ناكل وجبه، واصلا والله الا طلعت لي ماكله ديال الزنقه في راسي وليت كنبغي زعما وهاد زعما كان يحيد شويه ديال العجاز وهادشي، ما كرهتش نبقى كنطيب غير في الدار. وصافي دابا غنمشي ومن بعد عاد نمشي للمحلبه ناكلو ديك الساعه تما شي حاجه ونمشيو للدار ونكمل لكم الفلوق تما ان شاء الله. دابا البنات بعد ما دزت الجزار خديت شويه ديال الكبيده، واحد شويه ديال السوسيس الاحمر كيعجبني انا حر، وخديت واحد شويه ديال الطحال. بصح غندير غير حاجه وحده، غندير غير الكبده دابا مع الطريقه ديال الفول اللي قلت لكم، والشي الاخر غير جبتو زعما نخليه عندي غدا ان شاء الله ولا باش نلقى عندي واجد. وصافي اختكم ما واكلت حتى شي حاجه، قلت غادي نمشي بدلت ما غاديش نمشيو محلبه، غادي نمشي واحد كافي. انا مدوخ ولا مالك علاش الناس في الطريق؟ معليش صافي دابا راه شعل. كيف ما قلت لكم غادي نمشي لواحد الكافي، صراحه ما عمرني ما صورت لكم حتى هي فيها، ديجا جلست فيها مره وحده يمكن انا واحد الصديقه وصافي. هي زعما نقيه صالحه هكا، واخا ما يكونش معك مثلا راجلك او لا، يعني ماشي بالضروره يكون معك راجل، تكونوا لي فان بيناتكم. قهوه محترمه زوينه، كاينين جوج في تازا، كاينه وحده في بن جرادي وحده في الشارع، راه الناس ديال تازا غيكونوا عارفين هذا التايم دو. صافي غادي نمشيو كلاس ديكشي مزيون، غنمشيو نجلسو تما ناكلو شي حليوه وشي كافي كريم بعدا نحيدو الحرق ديال الراس. وصافي وها نتوما معنا، كنتمنى انه تعجبكم القهوه.
Thank you.
هاد الحلوه البنات خطيره واعره، سميتها كاطو او سنيكرز. ما عرفتش كتبان لكم كاطو او سنيكرز، واعره بزاف، فيها واحد المذاق طب، وراه بصح فيها فيها داكشي اللي كيكون في سنيكرز، فيها انا ديك الكراميل سنيكرز. ودابا البنات بعد ما سالينا القهوه ديالنا غادي نحبس الفلوق هنايا. كيف ما قلت لكم غنهبط للدار فاش نكون كنطيب العشيه وغادي نشاركها معكم، ولكن كنظن الفيديو غادي يجي طويل بزاف وهكا غادي تملوا. على داكشي غادي نحاول انني فاش نكون كنمونطي الفيديو غادي نقسمه وغندير لكم يتبع وندير لكم تكمله ديال الطياب ديال الروتين ديال الليل وديك الطريقه ديال الفول كيف ما كنقولوا له حنايا الفول المربوس، غادي ندير لكم الطريقه ديالو فيديو اخر بوحدو باش هكا نقسم الفيديو وما يجيش طويل بزاف. كنتمنى انه الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بالتشجيعات ديالكم بلي لايك بيان سور. وبالنسبه للناس الجدادين كنقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وشكرا لكم، تصبحوا على خير.